السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا، هنا في سوق قناة مراح سيدي حجاج الخميس سي عمر قليم الصاد، واللي ما عرفش الصاد كاين في المملكة المغربية ديال الخيرات، والجالية المغربية والناس مالين المدن الكبرى، وكل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، عيالات رجال بنات ولاد، شحال 26 ريال البصله البيضاء سورة مراحب سيد احجاج. شحال هاد البصله؟ البصله 40. انا كانوا لقيت 26، وعلاش 600 ب 40؟ لا قال لي غير بغيتي كوالا تبيع الكيلو ب 26. ديالي ديال هذا. وهاد القرعه بشحال بعتيها؟ 100. القرعه 100. كدير كانوا لقيت 26. 25؟ اه واحد قال 40، واحد قال 26. 26 بالجمله. بالجمله والناقه ما كايناش، كايناش جمله. الله يسهل لك. شحال باش تتبيع؟ 30 باش تتبيع. الخيرات كما تشوفوا تحت البصله هنا في سيدي حجاج ولاد مراح، نحيوا احبابنا في المكان وعيالات رجال بنات ولاد، بدرهم ونص باش كاينه البصله، الزبيب والبصله والخيرات موجوده الحمد لله في كل حاجه تبارك الله في المملكه المغربيه. بخير. شحال هاد البصلة بعتيها اليوم؟ شحال بعتيها وحدة؟ اه. وهادوك تيقولوا 26 30. خدتوها ب 26. 22. خدوها ب 22. هاد الراجل راجل معقول ما غيكذبش علينا، هاد الراجل مخير هنايا وتيعطينا أثمنة تاع الخضرة ديما. وهذا الرجل هو هذا ما غاديش يكذب علينا، وراجل صديق تاعنا. تحياتي لي وتحياتي كل مصور ومشاهد قناة زيتون مرجان في المكان. وين قليت رجال البصلة ب 40؟ هما تيقولوا 26 30. هي 22 باش واخدين. عرفت قلت للمشاهدين قلت لهم هذا الرجل ما غاديش يكذب علينا. انا خاصنا ناكلوا فيها خبيز. الله يسلك. الله يسلك. هذا الراجل كان في ولاد مراحب سيدي حجاج كما تشوفوا قريب الصطاد. وبشحال هاد البصله صاحبي؟ البصله شحال؟ 50 وحدها. وانت مكسيري. يلا غادي نحسبوا لي 30 ريال وصافي. بالمناسبه ديال العيد. ب 22 عبر وعد مواليه، انت زعما راك حريفي وزعما البيضة ماشي راه الصفرا عند هذاك رافي راه هذاك ما كذبش عليا وما غيكذبش عليك. هذاك السمر هذاك اسمر راه مشيت فهاد الحيلة. زجرتك ياك؟ زجرتك؟ الله يعاونك. شحال هاد البصلة بعتيها؟ البصله بعناها كنبيعوا ب 40 كلشي. خضره كامله؟ كامله. واللي بغى البصله وحده؟ خود ب 40. بزاف. شحال بيضه؟ والله ما عرفت. بس مليحه الحال. ماشي درهم. ديروا 25. ديروا مشاري راه تعبرت ب 30. اه 25. والله عاد خرمي عبرها ب 30. أنا تنجور خلصك فيها. ها؟ تنجور خلصك. عندك سدسة. صلى الله عليه وسلم. الله يحفظك. هذيك البيضة البيضة درهم. واخا اسمح لي. البيضة الحمراء 30 ريال. باش تتبيع؟ 30 ريال البيضة الحمراء هذه 35. هذه في شكل؟ لا
وهذه في شكل وهذيك في شكل، هذه صفراء هذه بيضاء هذه حمراء كما تشوفوا معنا عند الصديق تاعنا هنايا في سيدي حجاج ولاد مراح. هذه صفراء هذه بيضاء هذه حمراء، هذه بشحال التتويق فيها؟ 35 باش تتبع. شحال خطوات؟ 22 23 24 22 باش تبعت فعلا 22 باش قالوا لي الناس دينها. وهاد البيضة شحال شريتوها؟ درهم. شحال تتبعوا فيها؟ يا سيدي هاد الراشد تيساعدنا بشحال شرا وبشحال باع عز الله تعالى. والناس شحال اسمها؟ كما قول تيكون 30 واللي كان يبيع في السوق كله نجي من السش في السدري في السدري في وين وهاد هادي تاع تاع لونها ملي هي درهم باش خديها الله يرحم والديك تبيع تاع 30 هاد الرجل يا ربي نزل ليه البركه وسهل عليه وسهل علينا وعلى جميع المسلمين كما عطانا العنوان تاع الثمن بشحال واخا شي وحدين تيقولوا 40 وكل واحد كيفاش يقول بشحال تيبيع واللي هذا الرجل عطانا ثمينة يا ربي سهل عليه ويسامحنا والله يسر لك الامر تاعك. بشحال تتبيع عند نبيعوا هاد البصله ولا 30 ريال 30 ريال هي باش تتبيع وهاد الكرا هاد الكرا بشحال تبيع؟ ثمانين ريال تبارك الله. كما تشوفوا معنا احبابنا هنا في سيدي حجاج ولاد مراح البصله ب 30 ريال باش يبيع هذا السيد واخا قالوا لي 26 الدراري قالوا لي 26 كاين 26 مول ثمانية الجمالة وهذاك الشيء كيبيع ما قالوا لي الدراري كاين الجمالة داخل في المرشد ياك اي كيبيعوا بالقنطة بالطول بالجوج بالطول بشوش بالطول والدراري تيكونوا 26 26 قلنا كيبيعوا ما يطول تبيعوا بها حتى الدراري تبيعوا ب 30 40 يبيعوا ب 30 مول مول ثمانية يقدروا يبيعوا ياك وهاد البصلة هادي وهادي يقول 30 اخر في الكاس ديالها علاش انت خلصنا ب 24 وهاديك بدات شتا مخلطة الصفرا والحمرا ولا مخلطة الزريعة بحالك هاكا الزريعة حتى بحالك ولا زارع هكا زارع الشبيجة وزارع في الصفرا الحمرا هذا هو اللي نقولو بشحال خدتي تقريبا 24 ها 24 22 باش خاطر هادي راه قلنا كاينه ب 22 وكاينه ب 24 هادي ب 22 حاجه دمو لها الرياله مليح يا مصري خلصي بحال ب 21 ب 24 ريال ب 24 ريال ياه هادي ب 20 هادي خلصتو ب 20 والحصر ما فيه الله يسهل عليك شحال شحال تتبيع؟ كنبيعو ب 30 30 ريال باش واخا كانوا لي شي دراري 26 هذوك اخويا كيخاولوا الميزان ما كنخاولوش الميزان صافي ما عليكش انت انت ما تخولش الميزان ما كنخاولوش الميزان كنبيعو داك الشيء صافي على حسابك؟ على حسابك واش عرفتي بهم تيخاولوها برتي هذوك اخويا دابا كيكتب الميزان 30 ريال وكيقول للعباد الله 26 لا راه عندو الميزان بحال تاعك عندو هاد الزحف هاد الزحف؟ اي ولا خاوي انت ظليم بعدي ما نسالك اي حروب عندك فيها الرصيف بعدي ما نسالك بصلة عندي مليحة ودي التتويعة ب 30 ريال شحال تقريبا خديتيها؟ تقريبا اخويا غادي نقول عليا ب 26 الضبايج الضبايج هذا غادي 30 انت راجل مزيان وكذبتي عليا وانت ما تكذبش وانت راجل مخير وحريفي شارينا بدرهم برافو لك كيما هادي دابا الله يرضي عليك راه كاع الدراري تنعرفوهم يقولوا لنا الثمن باش نوريو الناس هذا هو اللي كان بغينا الله يسهل لك امين